بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المتابعين، اهلا وسهلا بكم. النهارده باذن الله بنتكلم عن برودكشن اوف ريكومبيننت فارماسيوتيكلز، نتكلم عن الادويه المنتجه باستخدام تقنيه ريكومبيننت دي ان اي. حقيقه ان السوق العالمي او السوق اللي هو مهتم بمجال الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي في مجال الفيربيوتكس او العلاج، في عام 2018 حصلت طفرة كبيرة أو نشاط كبير لإنتاج الأدوية الخاصة بالأونكولوجي، العلم اللي له علاقة بدراسة مرض السرطان، ومثلت حوالي 99.5. بالنسبة للأنتي دايابيتكس كانت 78.7، وبقية الأدوية الخاصة بالأمراض المختلفة بين فلسكين عندنا. ده كان ده في 2018. في 2015 نرجع شوية، كان الاستيميشن بتاعي كان عبارة عن 21% خاص بالإنكولوجي إنتاج الأدوية اللي هي فيها ريكومبيننت دي إن إيه تكنولوجي، فيها حوالي 21% من هذه الأدوية متعلق بالإنكولوجي، شغل الإنكولوجي اللي هو زي ما قلنا الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، 10% خاصة بالإنسولين، 10% خاصة بالإميونو سبريسيف إيجنتس، الأدوية اللي هي بتثبط للمناعة، و 9% خاصة بالأوتوميون، وهكذا عدد من الفروع أو عدد من المجالات الخاصة بإنتاج الأدوية المضادة للأمراض المختلفة. طبعا لو تلاحظوا معايا في 2015 كان بالنسبة للإنكولوجي كان 21%، في 2018 وصل 99.5، الإنسولين كان 10% في 2015، بقى 78.7 في 2018. معنى الكلام ان في تطور سريع في انتاج الادويه المعتمده على الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي الخاصه بامراض الانسان. الجدول اللي امام حضراتكم بيبين لي لعدد من برودكتس اللي تم انتاجها باستخدام الدي ان اي ريكومبيننت تكنولوجي. الانسولين على سبيل المثال تم اعتماده سنة 82 من خلال منظمة الـ FDA، والاستخدام بتاعه يستخدم للدايابيتس تريتمنت، بالإضافة للجروث هرمون اعتمد سنة 85، الألفا انترفيرون اعتمد سنة 86، وهكذا أشياء لحد سنة 2006 اعتمد علاج تاني للإنسولين برضو باستخدام الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. ففي نشاط كبير في انتاج هذه الادويه المعتمده على الدي ان اي ريكومبيننت تكنولوجي. تاريخ الدايابيتس على سبيل المثال، في عام 1889 تم اكتشاف الدايابيتس اللي هو ناتج عن خلل في البنكرياس، وسنه 1921 اكتشف الانسولين كهرمون. في نفس السنه تم تنقيه الانسولين. في عام 1959 تم التعرف على مرض السكر، واتعرف ان فيه منه 2 تايبس، تايب 1 وتايب 2. في عام 1961 تم التعرف على هرمون الكلوجاجون، وده هرمون مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. في عام 1966 حدثت اول عملية زراعة للبنكرياس. سنة 1967 تم عمل معاملة بالليزر كعلاج للدايابيتس. في عام 1976 تم عمل اختبار للكشف عن نسبة السكر في الدم اللي هو الـ A1C تيست. في عام 1978 تم تصنيع أول منتج من الأنسولين البشري. في عام 1986 تم إنتاج حقن الأنسولين اللي هي عن طريق الألم، البن أنسولين إنجكشن اللي هي بتبقى عبارة عن أقلام فيها الإنسولين بيقدر المريض إنه يحقن نفسه بنفسه بيها. في عام 1990 تم إنتاج الإنسولين إكسترنال بامب، وتبقى عبارة عن بامب تمد الجسم بالإنسولين عند الحاجة. في عام 2006 تم اعتماد أول دواء منتج بتقنية الريكومبيننت دي إن إي تكنولوجي، وده عبارة عن الإنسولين البشري اعتمد عن طريق منظمة الـ FDA الأمريكية. بعد كده في عام 2014 تم عمل شغل على الستيم سيلز وزراعة الخلايا بتاعت البنكرياس لعلاج الدايابيتس.
ده وصف سريع لتاريخ المرض السكر على مدار السنين المتعاقبة وما تم إنجازه في تلك الفترة. عشان ننتج الهرمون الإنسولين محتاجين إن احنا نتكلم عن هرمون الإنسولين بشكل أوسع شوية. بنلاقي إنه بينتج من خلايا البيتا سيلز في جزر لاجرهانز في البنكرياس. بيتكون من اثنين بوليبيبتايد تشينز، بوليبيبتايد تشين A وبوليبيبتايد تشين B، والاثنين بيرتبطوا مع بعض بدايسلفايد بونز. مرض الديابيتس ميلايتس اللي هو الاختصار بتاعه الدي ام، ده عبارة عن تو تايبس من المرض. تايب 1 ده بيبقى فيه مشكلة ان الخلايا بتاعة البنكرياس ما بتنتجش الانسولين، وده بيبقى التايب 1 ده بيبقى في الحالات اللي هي من بتبدأ من الطفولة، يعني بتبقى مشاكل دي مشكلة وراثية اساسا، وبيبقى فيه خلل في انتاج الانسولين في البنكرياس، وبالتالي بيبقى الجسم دايما محتاج للانسولين يتعمل انجكشن طول مدى حياة الانسان. تايب 2 بتبقى الخلايا بتاعة البنكرياس بتنتج الانسولين، لكن المشكلة بتيجي ان الخلايا اللي بتستقبل الانسولين الريسبتورز اللي موجودة على سطحها بتبقى ريزيستنت، وبالتالي ما بتقبلش الانسولين اللي جاي لها من البنكرياس، فده بسميه تايب 2. وفي الحقيقة ان التايب 2 بيبقى له علاقة اكتر بالسلوك الحياتي بتاع الانسان، في عادات بيعملها الانسان اثناء حياته بتسبب في ظهور التايب 2، وده بيظهر في مراحل متأخرة، يعني ما بيظهرش من الطفولة، بيبقى مرتبط بالأوبيزيتي، بالسمنة، مرتبط بعدم ممارسة الرياضة، مرتبط بالضغط العصبي والنفسي بتاع الإنسان، وبالتالي العوامل البيئية ليها دور كبير في ظهور التايب 2. أما التايب 1 فده له أسباب وراثية. حقيقة كانت التريتمنتس اللي بتتعمل بالإنسولين كانت معتمدة أولا على الأنيمال إنسولين، بيجيبوا الحيوانات بيعتمد الإنسان عليها في غذائه، بعد ذبحها بيتم أخذ البنكرياس منها واستخلاص الإنسولين من هذه الحيوانات على سبيل المثال زي الأبقار والخنازير، ويتم تنقية الإنسولين بتاع هذه الحيوانات ويستخدم في حقن البشر. حقيقة كان بتحصل مشاكل من هذه العملية، لأن مش كل الناس استجابتها لهذه النوعية من الإنسولين متساوية، بيحدث عندي بعض المشاكل على سبيل المثال زي الحساسية. النوع الثاني من الإنسولين كان الإنسولين البشري، وده تم إنتاجه مؤخرا باستخدام ريكومنان دي إني تكنولوجي، باستخدام بكتيريا الإيكولاي، وأدخل فيها الجين بتاع الإنسان وأجبرت البكتيريا على إنتاج الإنسولين البشري، وهو حاليا الموجود دلوقتي ومتداول في الأسواق، وبيستخدمه الناس كمصدر للإنسولين البشري في العلاج. كان في 2018، الدراسة دي تعمل في 2018، بيتوقعوا إن حوالي 405.6 مليون شخص هيكونوا بيعانوا من الدايابيتس تايب 2. الرقم ده هيزيد إلى 510.8 مليون في عام 2030، وبالتالي نتيجة لهذه الزيادة كان في 2018 بيستخدم 516.1 مليون فايل من الإنسولين في 2018 الكلام ده، يعني في 2030 هيزيد الاستهلاك ل 633.7 مليون فايلز من هرمون الإنسولين. معنى الكلام إن في احتياج متزايد ل الانسولين البشري، وبالتالي تقنيه ريكومنان دي ان ايه هتساهم في تغطيه احتياجات السوق. خصائص الهيومن انسولين، ايه خصائص الانسولين البشري؟ انا عندي الانسولين البشري عشان انتجه بتقنيه ريكومنان دي ان ايه في خاصيتين مهمين جدا بيسهلوا لي العمليه ديت. اول حاجه ان الهيومن انسولين ما بيحصلوش موديفيكيشن بعد انتاجه، يعني اثناء البروسيسنج بتاعه من بدايه من الترانسكريبشن وبعدين الار ان يحصل له ترانسليشن فبينتج البوليبيبتايد تشين بتاع الانسولين، ما بيحصلش اي موديفيكيشن على البوليبيبتايد تشين بتاعه الانسولين بعد انتاجه، فدي تعد ميزه كويسه جدا. يعني لما هنتج انا الانسولين البشري في المعمل عندي
في الحاله دي مش هتقابلني مشكله ان هو يبقى محتاج يتعمل له موديفيكيشن. دي اول واحده. تاني حاجه الانسولين حجم البروتين بتاعه حجمه صغير، وبالتالي هيبقى الموضوع ده سهل، سهل برضه بيسهل عليا انتاجه في المعمل عن طريق البكتيريا على سبيل المثال. الخاصيتين دول مهمين جدا، بيتكون من تو بولي بيبتايد تشينز، بولي بيبتايد تشين A وبولي بيبتايد تشين B، ولما بينتجوا بيبقوا مربوطين مع بعض ببولي بيبتايد تشين C بتبقى موجوده ما بينهم، وهي اللي بتربط لي البولي بيبتايد تشين A مع البولي بيبتايد تشين B. عدد الامينو اسيدز في البولي بيبتايد تشين A هم 21 حمض امينو، وعدد الامينو اسيدز في البولي بيبتايد تشين B عددهم 30 حمض امينو. لما بينتج عندي البولي بيبتايد دوت اللي بيحتوي على الاي والبي وبيبقى رابط ما بينهم السي زي ما قلنا، فبسميه بري برو انسولين، لسه ما بقاش اكتف انسولين. فلما بيتجمع بعد انتاجه بيحصل فولدنج لي، ان البولي بيبتايد اي بيرتبط مع البولي بيبتايد بي عن طريق دايسلفايد بونز، وبتنفصل الاي البولي بيبتايد سي تنفصل عنهم، وفي النهايه بيديني الاكتف انسولين بهذا الشكل في الفورم النهائي بتاعه، ان البولي بيبتايد اي مرتبط مع البولي بيبتايد بي وبالروابط اللي هي الايه الدايسلفايد بونز. الاستراتيجي المستخدمه في انتاج ريكومبنت انسولين بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ان انا بجيب الجين المسؤول عن انتاج البولي بيبتايد اي والجين المسؤول عن انتاج البولي بيبتايد بي، كل واحد فيهم بدخله في فيكتور، الفيكتور ده بيبقى اكسبريشن فيكتور، وبيخش الجين بتاعي في منطقه اللاك زي ويحصل لها تنشيط المنطقه ديت بالبروموتر اللي هو الايه اللاك بروموتر، وبينتج عندي اللي هو الفيوجن بروتين ما بين اللاك زي والبروتين الناتج اللي هو البولي بيبتايد اي الناتج من الجين اي. نفس الحال هيبقى البولي بيبتايد بي هيبقى فيوزد بروتين مع اللاك زي، وهينتج من الايه هينتج من الاكسبريشن بتاع هذا الفيكتور في بكتيريا الايكولاي. بعد ما بنمي البكتيريا بيبقى من ضمن التركيبه اللي تبقى موجوده عندي بيبقى في اول حامض امين اللي هو الميثايونين مرتبط مع البيتا جلاكتوسيديز سيجمنت بتبقى موجوده عندي مع التشين A، وايضا بتبقى موجوده مع التشين B باستخدام السيانوجين برومايد ماده كيميائيه بيتم التخلص من البيتا جلاكتوسيديز سيجمنت من كلا التشينز، وبعدين بجمع التشينز بتاعت الانسولين A والبي واضيف اللي هي الدايسلفايد بونز بحيث تربط لي الاثنين ايه الاثنين تشين مع بعض. يبقى كده انا قدرت في المعمل انتج الانسولين بتقنيه جديده باستخدام بكتيريا الايكولاي عن طريق ان انا عملت كلوننج لجين A في بلازمد يحتوي على اللاك زي، وجين B دخلته ايضا في فيكتور يحتوي على اللاك زي، وكل واحد منهم عملت له بروباجيشن. بعد كده بيحصل اكسبريشن لهذين الجينين بروتين بتاعه بيبقى فيوزد بروتين مع البيتا جلاكتوسيديز. بعد كده هوت بعمل معامله بالسيانوجين برومايد بيفصل لي البيتا جلاكتوسيديز سيجمنت عن الاي تشين والبي تشين، وبعدين بجمع الاي تشين والبي تشين بعمل لهم بيوريفيكيشن ويعمل لهم بعد كده هو اتاتشمنت عن طريق ان انا اضيف لهم الدايسلفايد بونز فتربطهم مع بعض وبيديني الاكتيف انسولين. المثال الثاني اللي تم انتاجه بتقنيه ريكومبنانت دي ان ايه هو انتاج الهيومن جروث هرمون، هرمون النمو بتاع الانسان في بكتيريا الايكولاي. عندي هاتوستاتين ده هرمون من هرمونات النمو، وده البروتين بتاعه بيبقى قصير بيتكون من 14 امينو اسيد. تم التعامل معاه بنفس الاستراتيجي اللي احنا مشينا بيها مع الانسولين عن طريق ادخال الجين اللي هو الارتفيشال سوماتوستاتين جين، تم ادخاله مع اللاك زي في وجود البروموتر بتاع اللاك، وبالتالي حصل اكسبريشن لمنطقه اللاك زي بما فيها الجين بتاع هرمون النمو، وانتج عندي اللي هو الفيوجن بروتين ما بين الاستوماتوستاتين مع
البيتا جلاكتوسيديز سيجمنت. بعد كده بنفس الطريقه بمعامله السيانوجين برومايد بيتم فصل البيتا جلاكتوسيديز بروتين عن مين؟ عن الاستوماتو ستاتين، وبالتالي اقدر اجمعه واعمل له بيوريفيكيشن وبعدين استخدمه عادي ويطرح في السوق، ما فيش اي مشكله خالص. النوع الثاني من الجروث هرمونز هرمون اسمه استوماتوتروفين. البروتين دوت الخاص بهذا الهرمون بيحتوي على 191 حمض اميني وتقريبا بيبقى حوالي 600 بيزبير. تم انتاج السي دي ان ايه من الماسنجر ار ان ايه الخاص بالجين السوماتوتروفين، والسي دي ان ايه اللي نتج دوت طوله 600 بيزبير. تم استخدام ريستريكشن انزيم اللي هي 3 فقطع لي السي دي ان ايه بتاعي لقطعتين، قطعه كبيره من الكودون رقم 24 للكودون 191، وال 24 كودون الاولانيين تم ازالتهم وحل محلهم 24 كودون تم تصنيعهم في المعمل علشان يبقوا هم الليدر بتاع السيكونس بتاعي. هم بيبقوا مسؤولين عن انتاج السيجنال الخاصه بالترانسليشن في الايكولاي عشان تخلي لي الجين ده يحصل له اكسبريشن في الايكولاي ويديني البروتين بتاعه. وبعد كده هوت تم عمل ليجيشن ما بينهم وبين الفراجمنت الاساسيه بتاعتي في السي دي ان ايه، تم ادخال الانسرت الجديده بتاعتي ديت في الاكسبريشن فيكتور في منطقه اللاك زي مسبوقه ب اللاك بروموتور علشان يحصل اكسبريشن بالجين دوت في بكتيريا الايكولاي وتنتج لي البروتين بتاع السوماتوتروفين اللي هو 191 حمض اميني. في طريقه اخرى لانتاج الجروث هرمونز باستخدام الترانسجينيك انيمالز. وبمنتهى البساطه الاستراتيجي معتمده على ايه؟ اجيب الجين بتاع الهيومن جروث هرمون ادخله في فيكتور، الفيكتور ده بيحتوي على البروموتر الخاص بالبيتا لاكتوجلوبين اللي خاص بانتاج اللبن في الحيوانات بتاعت المزرعه. على سبيل المثال هنا هنستخدم الشيب، هنستخدم الاغنام، بعمل ترانسفورميشن في اوسايد بتاعت الغنم بستخدمها في انتاج ترانسجينيك شيب، وبالتالي كل خلايا الشيب ديت هتبقى محتويه على الجروث هرمون بتاع الانسان. بعد كده اقدر احصل على اللبن من هذه الاغنام وبيكون محتوي على هرمون النمو بتاع الانسان على سبيل المثال، وبعد كده اقدر اعمل له بيوريفيكيشن من اللبن بشكل بسيط واقدر اعبيه بعد كده واستخدمه في علاج الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الجروث هرمون على سبيل المثال. واخدينه كمثال هنا الجروث هرمون. طبعا نفس الكلام ممكن الانسولين نفس الحال ممكن يتم انتاجه. يبقى الاستراتيجي دي ممكن استخدمها في انتاج الهرمونات البشريه عن طريق الترانسجينيك انيمالز. يبقى مش البكتيريا بس اللي ممكن استخدمها في انتاج الهرمونات البشريه، لا ده كمان ممكن استخدم الترانسجينيك انيمالز في هذه العمليه ايضا. من ضمن الحاجات اللي ليها اهميه كبيره جدا واستخدم فيها الريكومنان دي ان اي تكنولوجي الفاكسينيشن. فالفاكسينيشن عندي هنا هو كان بيعتمد اساسا على ايه؟ ان انا اجيب الممرض اعمل له عمليه اضعاف او ان انا اقتله، يعني ممكن يبقى ضعيف التاثير بتاعه ضعيف وبالتالي ممكن احقنه في الانسان بحيث انشط جهاز المناعه ضده، او ان انا اقتله تماما هذا الممرض واحقنه برضه في الانسان وبالتالي بنشط الجهاز المناعي ضده. طبعا عمليه القتل او عمليه الاضعاف دي ممكن تتم عن طريق المعاملات الحراريه، ان انا اعامل الممرض ده معامله حراريه اللي بيها اني اضعفه تماما ما يبقاش قادر على احداث الاصابه، او اني اميته تماما ان انا ادي ايه؟ ان انا اموته تماما واتعامل مع البروتين بتاعه، يبقى بحيث ان الجهاز المناعي بتاع الانسان يتعرف على البروتين بتاع الممرض وبالتالي ينتج الاجسام المناعيه او الاجسام المضاده ضد هذا الممرض. ده الفكره الاساسيه بتاعت الفاكسينيشن. لكن باستخدام
الريكومبنانت دي ان اي تكنولوجي الموضوع اتطور شويه، هنشوف قدام ازاي الموضوع ده بيتم. طيب انا عايز انتج هنا دلوقتي الفيرال فاكسينز اللي هي الادويه او اللقاحات ضد الفيروسات. في الماضي كان في مشكلتين بيقابلوني لما اجي انتج اللقاحات بتاعه الفيروس. اول حاجه لازم اضمن تماما ان الفيروس اللي انا بتعامل معاه عشان استخدمه في الفاكسينيشن لازم يكون ميت تماما بنسبه 100%، ما بقاش فيه بارتكل واحد له القدره على احداث الانفكشن، والا هيعمل لي مشكله كبيره جدا. يبقى دي كانت اول حاجه، لازم الفيروس اللي انا هستخدمه يكون مقضى عليه تماما، ما يقدرش يعمل لي انفكشن تاني. الحاجه الثانيه يعني انا عشان استخدم الفيروس في الفاكسينيشن بعد ما بقضي عليه لابد ان انا انتجه. بيتم انتاجه في المعمل من خلال مزارع الانسجه التيشو كلتشر، لكن للاسف في بعض الفيروسات لا تصلح ان انا انتجها في المعمل باستخدام التيشو كلتشر، وعلى سبيل المثال الهيباتيتس بي. الهيباتيتس بي ما بيصلحش معاه انه ينمو في مزارع الانسجه، لازم انسجه حيه، يعني انسجه بشريه حيه، ما ينفعش ان هو اعمل له بروباجيشن في المزارع الانسجه. علشان استخدم الريكومبنانت دي ان اي تكنولوجي وانتج بيها فاكسينز، فكان القصة هنا هوت معتمدة على ان انا اتعرف على البروتينات المكونة دي الغلاف بتاع الفيروس، وبعدين اقدر احدد الجينات المسؤولة عن انتاج هذه البروتينات، وبعدين اقدر ادخل هذه الجينات في اكسبريشن فيكتورز، وبالتالي اقدر انتج ريكومبنانت بروتينز دي مشابهة للغلاف بتاع الفيروس وابتدي استخدمها في الفاكسينيشن. يبقى الفكرة هنا انا مش هتعامل مع الفيروس نفسه، لا انا هتعامل مع الجينات اللي بتنتج لي الكود بروتين بتاع الفيروس، وبعدين ادخلها في فيكتورز، وبعدين ادخلها في انتاج الاكسبريشن، او ان انا اعملها اكسبريشن في انتاج البروتينات ديت، واستخدم هذه البروتينات في الفاكسينيشن. يبقى كده انا ما استخدمتش الفيروس نفسه، انا استخدمت البروتينات المغلفه للايه؟ للفيروس. ده بيديني ميزه انها بتبقى عباره عن بروتينات خاليه من الفيروس. يبقى كده قدرت احمي الجسم من خطوره تعرض الجسم بشكل مباشر للفيروس. لا ده انا بتعامل مع البروتين الخاص بالغلاف بس بتاع الفيروس. وبالتالي مش هتحصل لي المشاكل لو انا هانتج الفيروس نفسه، سواء كان بقى تم قضاء عليه بنسبة 100% الا فيروس واحد او الا بارتكل واحد، ده كافي ان هو يعمل لي انفكشن ويعمل لي مشاكل انا في غنى عنها. بعض الامثله لانتاج الفاكسينز باستخدام الريكومبنانت بروتينز، على سبيل المثال الهيباتيتس بي فيروس. تم انتاج البروتين الهيباتيتس بي سيرفس انتيجين اللي هو الاتش بي اس اي جي، ده داخل في تكوين الكود بروتين بتاع الفيروس، وتم بعد كده انتاجه في الخميره سيكاروماس سيرفيزيا باستخدام الفيكتور هو الاثنين مايكرومتر بلازميد، ده خاص بالخميره، ده في الخميره فيها بلازميد حجمه 2 مايكرومتر. تم ادخال الجين المسؤول عن انتاج اتش بي اس اي جي، واصبح بينتج لي ريكومبنانت بروتين. كمان تم انتاجه ايضا هذا البروتين في الشاينيز هامستر، ولما اجريت التجارب على هذا البروتين اللي تم انتاجه من الخميره او من الهامستر، وجدوا بالفعل انه بيعمل حمايه ضد الهيباتيتس بي. يبقى كده انا قدرت انتج فعلا ريكومبنانت بروتين ضد الفيروس، وبالتالي اقدر استخدمه بعد كده في مقاومه الفيروس اللي بيصيب الانسان. سبب النجاح الريكومبنانت بروتين الخاص بالانتيجين بتاع الاتش بي اس في مقاومه الهيباتيتس بي، حقيقه لما الفيروس بيصيب الانسان فبيتكون فيه البارتكلز بتاعه الفيروس بتبقى موجوده في الدم بتاع الانسان، حجمه البارتكلز بتاعته 42 نانومتر، بينتج لي معاه سمولر بارتكلز بتبقى 22 نانومتر، اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها هنا، وبتبقى خاليه من اي نيوكليك اسيدز.
دي عبارة عن بارتكلز خاصة بالبروتين بس. تم انتاج الريكومبنت بروتين بتاع الهيباتيتس بي انتيجين، وجدوا ان ال22 نانومتر سفيرز ديت الشكل الكروي ده خالي من الجينوم بتاع الفيروس، وبيتكون ايضا في الخميرة والتشاينيز هامستر. وفي الحقيقة ان هذه الجزيئات او هذه التركيبات هي اللي بيعزى اليها نجاح عملية المقاومة ضد الهيباتيتس بي بسبب خلوها من اي مادة وراثية، مفيش اي مادة وراثية للفيروس فيها. ايضا نجحت عمليات انتاج الريكومبنت فاكسينز في حالة الـ HPV اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، بيسبب عدد من حالات الكانسر في الإنسان. فعلى سبيل المثال الـ L1 كود بروتين الجين بتاعه تم نقله إلى الخميرة وأنتج البروتين بتاعه فيها. هذه الجزيئات بتبقى خالية من أي مادة وراثية، وبالتالي ما بتعمليش انفكشن، ما بتعمليش أي إيه عدوى أو أي إصابة، وبالتالي أمكن إنتاج أنواع مختلفة من البروتين الـ L1 دوت اعتمادا على السيروتايبس المختلفة من الـ HPV. فأصبح عندي أكتر من نوع أقدر أستخدمه في الفاكسينيشن. تم تجميع البروتين بتاع تو تايبس مع بعض على سبيل المثال، فبسميه دايفيلنت، او اجمعه لاربعة تايبس مختلفة يبقى كواتريفيلنت، وبعدين اديه للانسان. يبقى في منه نوع عبارة عن دايفيلنت، يبقى فيه اتنين سيرو تايب من الـ L1 بروتين، او النوع التاني اللي هو بيبقى فيه اربع انواع من السيرو تايبس المختلفة. طبعا القصة ديت بتزود لي المناعة او بترفع لي الاميونيتي بتاعت الانسان. وجدوا ان الفاكسينيشن دوت قدر ان هو يعمل لي بروتكشن من السيرفيكال كانسر اللي بيحدث في عنق الرحم بالنسبة للسيدات، وايضا عدد من الامراض اللي ممكن تصيب الرجال. ريكومنت فاكسينيشن ان ترانسجينيك بلانتس، ممكن استخدم النبات في انتاج البروتينات الخاصة بالفاكسينز. الفكرة قائمة على أساس إيه؟ إن أنا ممكن أدي الفاكسين عن طريق التغذية، مش لازم يبقى عن طريق الإنجكشن. فمجرد ما غذي الإنسان على النبات اللي شايل الفاكسين بتاعي، فكده يبقى أنا حققت الغرض وانتقل الفاكسين إلى جسم الإنسان عن طريق الفيدينج، عن طريق التغذية. تم عمل عدة محاولات بهذه الطريقة مع الأنتيجين بروتين بتاع الهيباتيتس بي، بالإضافة إلى الكود بروتين بتاع الميسلز فيروس، وأيضا ريسبيراتوري سينسيشيال فيروس. المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا هنا هوت مع هذه الطريقة إن كمية الفاكسين اللي بينتج بتكون غير كافية لتحفيز الجهاز المناعي بالكامل ضد هذا الممرض. عشان تتحقق عندي استفادة من هذه الطريقة، لابد إن تكون نسبة الفاكسين بتاعي في البروتين الزائد في الجزء النباتي اللي هيتاكل يكون من 8-10%. لكن في الحقيقة الكمية اللي بتم انتاجها بهذه الطريقة بتبقى ما بتزيدش عن 0.5%. يبقى كده انا ما حققتش التنشيط الكامل للجهاز المناعي، لان الفاكسين كميته قليلة اللي انا مستخدمه. المشكلة التانية اللي بتقابلني، بيبقى في اختلاف في كمية المحصول الناتج أو في الكمية الناتجة من الفاكسين على حسب الجزء النباتي. بيبقى فيه تباين في كمية الفاكسين اللي بحصل عليه نتيجة لاختلاف تركيزه داخل الأجزاء النباتية المختلفة. الحل الأمثل للمشكلة ديت إن أنا أدخل الريكومبنت جين بتاعي أو الريكومبنت دي ان ايه بتاعي في الكولر بلاست جينوم بتاع النبات، وبالتالي هيبقى انتاج هذا الفاكسين موجود في كل اجزاء النبات بكمية متساوية، على اعتبار ان الكلوروبلاست
موجود في كل خلايا النبات. وبالتالي الكلوروبلاست is a vaccine factory. ده العنوان بتاع الشريحة ديت. يبقى احنا كده حلا للمشاكل اللي فاتت، هستخدم الكلوروبلاست كمصنع لإنتاج الفاكسين بتاعي. وبالفعل تم استخدام الكلوروبلاست في إنتاج فاكسينز ضد الأنثراكس وضد البليج اللي هو الطاعون والسمول بوكس، وتم إنتاج فاكسين أيضا ضد البروتوزوا أنتاميبا هوستلوتيكا باستخدام الكلوروبلاست بتاع النبات. تم استخدام الكلوروبلاست بتاع نبات الدخان ونبات الخص في إنتاج الفاكسينز ضد الفيبري كوليرا اللي هي البكتيريا المعروفة طبعا الكوليرا بتسبب وباء الكوليرا، والبلاسموديوم فالسبارم اللي هو بيسبب لي مرض الملاريا. ولما تم تغذية الفئران على هذه النباتات وتعرضها للتوكسينز بتاعت الكوليرا قدرت انها تقاومها وما ماتتش من فعل هذه التوكسينات. ايضا اظهرت مناعة ضد البلاسموديوم فالسبارم، لكن حقيقة ان الممرض دوت او البروتوزوا ديت متخصصة اكتر للانسان، وبالتالي ما قدروش ان هم يتأكدوا من المقاومة الفعلية بتاعة الفئران لهذا الممرض، لان مرض الملاريا متخصص للانسان وما بيجيش للفئران. من ضمن الاستراتيجيز اللي بنستخدمها في الفاكسينيشن ان انا استخدم اللايف ريكومبنت فيروس فاكسينز، يعني بستخدم بالفعل فيروس حي في عمل الفاكسين بتاعي. واول تجارب اتعملت على استخدام اللايف فاكسينيا فيروسز كانت سنة 1796 مع السمول بوكس، وتم حقن سلالة من الفيروس ملهاش خطر كبير على صحة الانسان علشان تقويلي المناعة بتاعته ضد السلالات الاكثر خطورة من هذا الفيروس. فدلوقتي لو احنا استخدمنا اللايف فيروس زي اللي احنا قلنا عليه على سبيل المثال السلالة الضعيفة من السمول بوكس، وقدرنا ان احنا ندخل فيها ريكومبنت دي ان ايه، يبقى الريكومبنت دي ان ايه بتاعي بيحتوي على الجين المسؤول عن انتاج اللي هو الهيباتيتس بي ميجر سورفس انتيجين بروتين اللي هو الاتش بي اس اي جي، ومعايا البروموتر اللي هو الفاكسينا بروموتر الخاص بالسمول بوكس، وبعدين بدخله في السمول بوكس اللي هو الفاكسينا فيروس اللي هي السلالة الضعيفة من السمول بوكس، بعد كده بعمل له انجكشن في الانسان فبيبتدي يعمل لي اكسبريشن ويطلع لي البروتين بتاع الهيباتيتس بي. الاميونو سيستم بتاع الانسان هيبتدي يتعرف على الفيروس السمول بوكس وعلى الهيباتيتس بي بروتينز، وبالتالي هيطلع لي انتي هيباتيتس بي وانتي فاكسينا اللي هو السمول بوكس اللي عندي. يبقى في الحالة دي قدرت أنشط جهاز المناعة بتاع الإنسان ضد الهيباتيتس بي، وأيضا هيبقى مديني مناعة ضد السمول بوكس. في أكتر من جين تم عمل السيستم ده معاه، على سبيل المثال البلازموديوم فالسبرم اللي احنا قلنا عليه الملاريا السورفس أنتيجين بتاعه، الإنفلونزا فيروس كود بروتين، الهيباتيتس بي سيرفس انتيجين، الهيرب سيمبلكس جلايكوبروتينز، الهيومن ايميون ديفيشنسي فيروس الاتش اي في، وبالاضافه لعدد من الجينات الاخرى خاصه ببعض الممرضات الاخرى. كمان بالنسبه لبعض الامراض اللي بتصيب الحيوان زي الريبس فيروس جي بروتين، زي الرندر بيست فيروس اف اند اتش بروتينز وهكذا. يبقى ده قدرنا بهذه الطريقه ان انا استخدم فيروس ضعيف اخده اعمله فايكل بالنسبه لي او اعمله فيكتور بالنسبه لي ينقل لي كود الجين الخاص بالكود بروتين بتاع ممرض اخر واحقنه في الانسان، وبالتالي هنشط الجهاز المناعي ضد هذا البروتين الخاص بالممرض. الامراض ديت اللي احنا ذكرناها قبل كده زي الانفلونزا فيروس، زي الانتيجين الخاص بالهيباتيتس بي، زي الهيرب سيمبلكس فيروس جلايكوبروتين، كل دول لما تم حقنهم في المونكي في القردة قدرت ارفع المناعة بتاعتهم ضد هذه الامراض. طبعا في دراسات اجريت ايضا على الفاكسينيا
فيروسز اللي ممكن استخدمها، ان ممكن ان انا الاكسبريشن بتاع الريبس جلايكوبروتين لما اتخلص منه اعمل له ديليشن في الفاكسينيا جين الخاص بانزيم الثايميدين كاينيز بيمنع الفيروس من الريبليكيشن، وبالتالي بيحمي لي الحيوانات اللي اتعملت باللايف فاكسين دوت، بيمنع لي الفاكسين انه يعمل لي اصابه في الحيوانات بتاعت المزرعه بتاعتي الكاوبوكس على سبيل المرض بتاع الكاوبوكس على سبيل المثال، اللي بيتكون نتيجه لاصابه الحيوانات بالفاكسينيا الطبيعيه لما استخدم هذه الميوتيشن، بالتالي بحجم هذا الفيروس وما خليهوش يعمل لي اصابه في الحيوانات بتاعت المزرعه عندي. بالنسبه للفاكسينز اجينست كوفيد 19، طبعا كوفيد 19 واخد انتشار عالمي من سنه 2019 وحتى وقتنا هذا بنعاني منه. فالفكره عشان اعمل فاكسينيشن، طبعا هو اول ما ظهر قالوا انه ظهر في مدينه ووهان في الصين وعمل اصابات شديده جدا وادى الى وفيات عديده. الفيروس ده بيصيب الجهاز التنفسي بتاع الانسان وبيتسبب في حدوث جلطات في اماكن مختلفه من الجسم، وكثير من الاحيان بيسبب حالات الوفاه. بعد فتره قدروا ان هم ينتجوا عدد من الفاكسينز ضده، واتنوعت هذه الفاكسينز، الا ان جميعها بتشترك في نفس الفكره ان انا اما بستخدم فيروس تم قتله تماما بعد عزله من اشخاص اصيبوا به، بقتله تماما وبعدين بستخدمه في الفاكسينيشن، وده عدد من المنتجات طلعت في بدايه الامر بهذا الشكل. بعد فتره قالوا لا، ان انا هشتغل على السبايك بروتين بتاعه، اجيب الجين المسؤول عنه وبعدين ادخل هذا الجين في اعمل منه ريكومبيننت دي ان اي، وبعد كده ادخله الفيكتور واحقنه في الانسان، فهيبتدي يتكون عندي انتي بوديز ضد السبايك بروتينز اللي داخله في تكوين الكود بروتين بتاع الفيروس. في فكره تانية قال لك لا، ده انا هاخد المسنجر ار ان اي الخاص برضه بالسبايك بروتين وبعدين ادخله داخل لايبوسوم، يبقى كده مش هدخله في فيكتور، لا ده انا هدخله في لايبوسوم او لايبوبلكس كوسيله من وسائل الادخال الطبيعيه، وبعدين ادخل المسنجر ار ان اي بتاعه داخل خلايا الانسان، يبتدي ينتج لي السبايك بروتينز ديت بتاعته، وبالتالي يحصل تنشيط للجهاز المناعي بتاع الانسان. طبعا تم انتاج عدد كبير من الفاكسينز الخاصه بالكورونا فيروس زي الاسترازينكا زي الفايزر وغيره من انواع مختلفه، بالاضافه لانواع الصينيه المختلفه اللي تم انتاجها بغرض القضاء على هذا الفيروس. وما زال التحدي قائم، وكل شويه ينتج الفيروس سلالات جديده منه، وفي محاولات من البشر لتحجيم نشاطه والقضاء عليه بشكل كامل بإنتاج فاكسينز فعالة ضد هذا الفيروس. بكده حضرات المتابعين بنكون خلصنا لقاءنا، أرجو تكونوا استفدتوا، مع أطيب تمنياتي لكم بنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.